كبيرة إلى القبائل الفحولة، إلى القبائل صحة ولاد الدجرة. أنا ثاني معكم ولد الدجرة، أنا الشاف نتاع ولاد الدجرة، ولاد الرجال الفحولة. الزول في اللون ما يسمى الزول مقران، كنتو تسمعوا في سيدي بلوا، دونك سي اون تخي تخي بال شونسون كو جام بوكو، الي ديدي على لونسومبل دي زامازيغ. اليوم الساعة كما تعرفوا مغدي 28 جوان 2022، إلي إكزاكتومون 19h45. مرحبا بكم. ألوغ منساش بور بارتاجي افيك فو مون كافي دو لابخي ميدي، سيت ان دوزيام كافي دو لابخي ميدي. ان كافي فريمون فريمون لي ماجاش محبش يشرب قهوة تاعي، راهو غلط 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 غلط. قبلت حبيت نتكلم هاد العشية هادي على واحد لو سوجي تكلمت عليه في السابق. اليوم كاين ناس حطوا في لي باج نتاعهم على واحد الطفلة مسكينة مضروبة على وجهها، وخرين يقولوا بلي سيتي نونسيان فوتو، الناس خرين يحطوا دي فوتو ويقول لك في الغرب، ما يقول لك لا شكون هيد العائلة هذه، ما يقول لك لا وين جيها، لا على قداش، لا وين صرات، لا لا فيل، لا والو، ويدير لك فوتو. لا فوتو ما تتكلمش يا ناس، لا فوتو ما انا نقول لكم يا جماعه، كل واحد كيحب يمد معلومه،
لازم يمد معلومه باش الناس الكل تقدر انا اليوم حبيت نشوف ترى واش صرا، ما كانش مكتوب طفله تتعرض الى العنف من طرف خوها ووالديها يقطعوا لها الورقه نتاع الكارنيت فامي وماهيش شغل ماهيش بنتهم. علاش؟ قال لك باسكو شطحت في التيك توك. يا اخي دواعش يا اخي يا اخي. المهم الشيء اللي غريب ماهوش يعني هاد الاخر الناس اللي ما عارفين يديروا كيما هكا يحطوا تصويره. قلنا لكم يا ناس ماهوش كيما سي با كوم سا. واحد كيحب يمد انفورماسيون يمد انفورماسيون كومبليت ولا يقول بصح ما يديرش مشكل هكذا يحط ما على بالنا لا صارت في المغرب لا صارت في تونس لا صارت في الجزائر لا في الغرب تاع الجزائر. وانا غرب تاع الجزائر، الغرب كبير وعريض، وهرن في تلمسان في تيارت في السيك في وين اكتبوا موا وين جهه ولا واش من مدينه ولا واش من بلاصه باش نقدروا نشوفوا المعلومه. اذا المعلومه نتاعك خاطئه ما كان غير باش تلم الاخر سي با نورمال. شوفوا يا الغريب في الامر اللي حبيت نتكلموا هذا مش يعني هذه التصويره هذه ولا واش قالوا الناس. تعليق التعليق اللي صرات وانا نحب نسال سؤال، علاش الجزائريين ولاو دواعش؟ هذا هو السؤال تاعي، علاش الجزائريين ولاو دواعش؟ طفله مضروبه على وجهها وعينيها منفوخين وكذا ومن هنا ونحولها لاباج تاع الاخر. شوف لي كومونتير اللي شفتهم انايا يعني يبين لك باللي الشيء اللي قلته صحيح. يعني 99% نتاع الجزائريين دواعش، هذه هي. وغير نعطيكم كلكو واش يقولوا كومونتير تاع واحد الناس. شوفوا هذا بونسوار شهرزاد بونسوار. شوفوا واش يقولوا كيف اسمو هذا الناس هذو. هذا عمار هذا واش يكتب؟ والله الرجال ونستعرف بهم، جزاكم الله خير. هاكم تشوفوا هذا الدعشي هذا واش يقول. انا رديت عليه قلت انت راك ضابط نتاع الدواعش. نروحوا نشوفوا واحد اخر ثاني واش يرد. شوفوا هذا اسمحوا لي هذا عبد الجبار فورار واش يقول. هذا شويه زعما يقول لك ربي يهدي أمة محمد. هاي واه كانوا من المفروض يعاقبوها ماشي حتى يوصلوا للعنف. ما عليش اسيدي هذه نقولوا نقولوا باللي ها وصابا ها وصابا. فيصل يقول هذه ظاهره كارثه في مجتمعنا الله يجيب الخير. صح. هذا نسيم هذا ثاني دعشي واش يقول. هذا هو البعد عن الدين بالنسبه لي، هو البعد عن الدين هو اللي خلط في هذا الشطح. هذا الطيب العريان هذا ولا العربان ولا ما عرف واش، هذا ضابط في الدواعش، هذا ضابط انا نعرف المشاكل. هذا الدعشي هذا الضابط هذا يقول والله راجل وسيد الرجال. هذا اللي قطع لها اللي ضربها واللي قطع لها لاباج تاعها تاع الاخر. ها شوف واش يقول. ويزيد يرد عليه بالقايد جلول ويقول له كاينه يعني يعطيه الصحه. وهذا هذا بارور كريم، هذا سي بارور كريم هذا حتى هو دعشي. جزاكم الله خير وتقبل الله منكم. الله غير ضحكة والله العظيم غير المغزي. زيد يا سيدي ميرسي. هذا الحمد لله واحد في الالاف، واحد في الالاف. هذا طارق لطرش لم يكن الضرب بيوم حل. هاو تشوفوا واحد خرج. علاش قلت لكم 99% دواعش؟ هاكم تشوفوا فرد واحد، هاو فرد واحد الساعه هذه اللي قال الضرب ماهوش حل. هاي هاو يا اخي والله عندهم الحق. هاك تشوفوا هذا، هذه مراه، هذه مراه شيري ميشا، هذه حتى هي راهي داع من دواعش. هاك تشوف شيري ميشا هذه
صابغه شعرها ومدايره لي ليفغ واش يقولوا كيف اسمه غوج ليفغ هنا وحاطه تصويرتها والله ما والله كتبت تصويرها واحده اخرى والله ما عرفت ما نظنش كانت تتبع الشيء هذا وكاتبه يا اخي والله غير عندهم الحق سيدي خلي راحوا تغاو فلم تستحي ففعل ما شئت الجيل الخامج المكشوف ها يا سيدي ها يا هاك تشوف هذه زعما هذه دعشيه هذه ضاع الدعشيه وتكون من الدواعش حتى هي نعطيوها سرجانه سرجانه في الدواعش ومن بعد نرد عليها هذه نبعث لها حتى انا ان كومونتير داروا لها 3 ريبونس او سي او الاخت ممكن نسقسيك هذا شي واحد مودي سطيف ها روح واش قساها الاخت نسقسيك في الخاص اذا ممكن هذا روح الخاص اي روح الخاصه سيدي ما كاينش مشكله واش مزوجه ولا لا اي روح ها سيدي ها ولد السيد وين يلصق ها يا سيدي اوشن عبد الرزاق صبا اذا كانت الخبر صحيح فستر الفتاه يعني هذاك شطحة هذه شطحه ما دارت والو لا دونسي على دونسي برك هذا لازم يسترها مادام لا دونسي لازم يسترها دارت الموحل نبيلة بوعاطي هذه ربي يهدي ويستر معليش مصطفى ار بي هذا مصطفى ار بي حتى هو ضابط في واش يقولوا في الدواعش ضابط في الدواعش يقول مازال كاين الرجال هما اللي يضربوا النساء سبحان الله سبحان الله انا نقول لكم الحق سامحوني اذا الرجله في ضرب النساء انا مانيش راجل نقولها لكم يعني قدام الملايين اذا واحد باش ينعت روحه راجل يضرب المراه انا نقول لكم الحق انا مانيش راجل وهذا هو هو قال لك هذه في الشرق ماشي في الغرب معليش نوره ايه نوره هذه حتى هي ضابطه في الدواعش تقول غزوا فيها والله ما عرف واش راهم ما قتلوهاش ديجا يسمى صافا كي ما قتلوهاش فوالا سيسيل هذه ولا كاديس هذا سيسيل كاديس يقول راجل راجل وي هذا نيميرو بريفي هذا مرا ولا راجل تستاهل عقبال الجماعه اللي بقات حمزه الهاشمي نعم ذا الاخ حتى هذا واش يقولوا دعشي جمال حواس حاجه مليحه تستاهل عمر باندورا مازال كاين الرجال سفيان بالعربي عنده الحق عمر سحنون رجاله واش تعرف بهم جمال هكذا وراهم رحموها لازم نورمالمون يقصوا لها راسها خلاص أسامة وحيدة رجل ربي يحفظهم هذا مو جوجو ربي يهدي ويستر عادل بن عبيد حتى هو دعشي رجال كمال شارف تحيا الرجال سيدالي مجيبة هذا زعيم أبوها وأخوها جزاهم الله خير هذا الناس نور الدين ربي يهدينا سهيلة ماس كيما قتلوهاش ودفنوها راهي مليحة بهدلت بهم مسكينة والله غير مسكينة انت يا هذه سهيلة ماس هذه والله غير مسكينة شفتوا برك كيفاش يا ناس سمحوا لي شفتوا كيفاه الجزائريين ولاو تكم ولاو دواعش دوكا لازمنا نسقسيو علاش الجزائريين ولاو دواعش اعطيوني نتوما الحل من بعد اكتبوا لي علاش ولاو دواعش وانا نقول لكم على واش دواعش انا نقول لكم هاد الناس مساكن ولاو دواعش والله انا نقول لهم بلي سون دي فيكتيم هادو ضحايا هادو راهم ضحايا من بريميرمون لا سوسيتي هذه الاولى ثانيه من كيف اسمه المسؤولين تاع الجزائر هما اللي رجعوا الناس هادو كيما هكا بلا بوليتيك نتاعهم بالسياسه نتاعهم رجعوا للمجتمع كامل دعشي ها هذه زوج وثالثا المدرسة
اللي حتى اليوم وهي قاعده تكون في الدواعش، تكون في الدواعش، وما كفاوش هذو جماعه المسؤولين تاع الجزائر دركا راهم حبوا يلحقوا حتى الجاليه الجزائريه، وهذه من بعد دوك نرجع لكم عليها، حتى هما باش يربيو دواعش اللي راهم في الخارج كيجيو فاكونس رايحين يهزوهم ومشارج. ودوك من بعد ان شاء الله بالك في الدوزيام فيديو نرجع لكم على المشكله هذه نتاع الناس اللي يجيو عندنا ضياف يعقبوا فاكونس، راح قال لك المسؤولين تاعنا راحين يقوموا بهم. دوك نقول لكم كيفاش يقوموا بهم باش يرجعوهم حتى هما دواعش ويرجعوهم دي بومب اومان يتفلقوا في فرنسا وفي اسبانيا ومنا. وانا نعطي الحق للفرنسي ونعطي الحق للاسبانيول ونعطي الحق لكل اوروبيين، كي تشوفوا اون بومب راح تتفلق من فضلكم ركبوها توت سويت قبل ما تتفلق في الطياره وردوها لبلادها تتفلق في بلادها. هلا بومب اومان، اذا جزائري ابعثوه يتفلق في الجزائر، واذا تونسي ابعثوه يتفلق في تونس، واذا مغربي ابعثوه يتفلق في المغرب، واذا واحد من الكحالش هذو اسمحوا لي بالعباره هذه جماعه الافريكان حتى هما ابعثوهم لبلادهم يتفلقوا في بلادهم، ما تخليوهاش عندكم. انتم حافظتوا على بلادكم بارك الله فيكم، خدمتوا بلادكم رديتوها جنه، ما تخليوش الناس يجيو يمسخوا لكم البلاد نتاعكم. كي تشوفوا واحد ديجا بدا يخرج في القرون نتاعو وبدات لا بومب قريب تفلك، نقول لكم الحق ما تشوفوا ني جوستيس ني دروا دلوم ني ريان دي تو. هزوا عزرين نتاعو في الطياره ولا في كانش بابور ولا منا، وابعثوا عزرين نتاعو الى كيف اسمه لبلادو يتفلك في بلادو، ما يتفلكش في بلادكم انتوما. انا نقول لكم باللي هذا كامل، هذا كامل، هذا الشيء اللي راه صاري كامل يا جماعه، راهو الانسان اللي رد الجزائريين كامل دواعش، هما المسؤولين نتاعنا اللي ما حبوش يفيقوا وما حبوش يقول لك يا ولدي حنا صارت لنا في التسعينات كوارث، كوارث كبرى يا ناس، كي تذبح الشايب وكي تذبح العزوز وكي تذبح الطفل الصغير وكي تذبح البيبي يا ناس. رانا نقول لكم حاجه وزيد نعاودها لكم درك باش الناس اللي ما سمعوهاش يسمعوها، نزيد نعاودها لكم درك. خطره الجيش الوطني الشعبي اللي نحييهم داروا عمليه في الشرق الجزائري وضربوا مع كيف اسمهم هذو الدواعش هذو، ضربوا معاهم وطلعوا لهم من الجبل وحصروهم، وكانوا اخرين اللي توفوا توفوا، وكانوا اخرين اللي بقوا محصورين بقوا محصورين. كي جا الليل واش يقولوا باقيين محصورين ما قدروش يخرجوا. في الصباح الباكر الجيش راح يتقدم، يتقدم الى الامام خاطرش كانوا دي كاسمات دخلوا فيهم هذوك وضربوا فيهم وهما شافوهم الجيش. كي وصلوا الواحد كيف اسمه المغاره هي الكاسمه هذه ضربوا فيها ما نعرف قداه سته ولا سبعه، بداوا يضربوا معاهم بالرصاص، الاخرين يضربوا الاخرين يضربوا الاخرين، حبسوا حبسوا كيف اسمه حبسوا الضرب حبسوا الضرب وهزوا يديهم وجاو خارجين. حكموهم كيف اسمهم الجيش، داروا لهم بيان سور لي مينوت، وكما قال واحد كي دخلوا هذيك المغاره اللي كانوا فيها واش يلقاو؟ يلقاو مرا وبيبي مذبوحين في زوج، مذبوحين في زوج، ربي يرحمها. هزوا عيطوا لي بومبي، جاو لي بومبي طلعوهم داوهم في لامور كما قال واحد. ومن بعد راحوا لهذوك الناس هذوك اللي حكموهم، هذوك اللي بقاو سبعه ولا ثمانيه اللي حكموهم هذوك، داوهم الدوش دوشوهم وعطاهم لباس نظيف وقالوا لهم حفوا لحيتكم من اللحيه الخامشة اللي ولا تعصرها يخرج منها حشاكم لاكراس خماج من اللحيه نتاعهم هذيك من قوه التعفن ومنها، عفوا لحيتهم حفوا كلش منها. من بعد راحوا يستنطقوا فيهم كيفاش كنت من جيت وكيفاش وكيفاش حتى نوصلوا للمراه اللي ماتت والبيبي. شكون هذا؟ لا قال لهم مرت السيد هذاك. قالوا هذه مرتك؟ قال لهم نعم. شكون اللي دلها؟ قال لهم انا. انت اللي ذبحت المراه نتاعك؟ قال لهم وي انا. والبيبي؟ قال لهم حتى البيبي نتاعي انا، انا اللي ذبحته. علاش؟ قال لهم كي كنتوا نتوما طالعين، كي كنتوا نتوما طالعين وحنا كنا مدرقين، حنا حسبنا ما شفتوناش،
والبيبي ما نعرفوش بيه ولا يبكي ولا يبكي. وقالهم قالوا له زي كما يقول هو الخاوه قالوا لي لازم تسكت البيبي خطاش قريب يوصلوا العسكر ويفيقوا بينا. كي هو عند امه وما قدرتش تسكتو جا باباه هذا المونستر، مش باباه هو اسمه مونستر، نحلها الطفل وداه في الشوكه قالها لك نسكتو، داه في الشوكه وجر عليه وجر عليه. وكما تشوفوا الظلمه ظلمه رجع لبلاصتو مع الخوا هذوك اللي قاعدين تما وقال لهم اني سكتو. الام مسكينه اللي ما تنجمش كما قال واحد تصبر على ولدها، شافت ولدها سكت خلاص ما كان والو، راحت في الظلمات مسكينه تمس 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 حتى مست ولدها لقاتو جثه ما يتحركش، وزادت مست لقات الدم مسكينه، وبدات حتى هي حكمتها في هستيريه وبدات تعيط، يروح يجري لها هو ويحكمها كما قال لهم حتى هي ذبحتها باش ما يفيقوش بالخاوه وباش ما يفيقوش به للجيش الوطني الشعبي. كي تشوفوا ناس كيما هادو يديروا في الشيء هذا يا ناس واش تقولوا نتوما؟ اذا هادو ما همش دي بومب اللي دارتهم للناس المسؤولين، داروا ناس كيما هادو سون دي بومب. واحد يقتل ولده، واحد يقتل المراه نتاعو، واحد يقتل باباه، واحد يقتل نسيبو في جيجل. مراه مسكينه قالت لهم عندي راجلي شرطي، شكون اللي قتلو؟ قتلو خوها. علاش؟ باسكو خوها قال لها يا بنتي هذا خوك هذا لو كان تقول له يحذر ان شاء الله بحول الله رانا نفريو المشكل مع السلطات، وراي كاينه في هذه لا كونكورد سيفيل هذه الوقت هذاك، ورانا ان شاء الله ما يصرا له والو. ايبا داروا معاه دي كونتاكت وجابوه، كي جابوه نسيبو دخلوا للدار وقال له قعد لهنا وقدوه ان شاء الله بحول الله نروح انا وياك الكوميسارية ونشوف مع المسؤولين ونقول لهم سيبيه هبط وكذا. ومنا يغدروا الليله هذيك يقتلوا ويهز السلاح ويعاود يرجع للجبل. اي مازالت المراه بالك اذا كنت تسمعني تاع جيجل هي تزيد تقول لكم وراي كاينه لي فيديو راهم كاينين للناس اللي تحب تسمعها. كي تلقى نسيب يقتل نسيبو، واحد يقتل ولدو، واحد يقتل مرتو باسم واش؟ باسم الدين. علاش حنا نقول لكم باللي راهو الدين بريء منكم؟ الدين عمر بالعمر لا يقول اقتل ولا اذبح، والدين اللي يقول اقتل ولا اذبح ماهوش دين، هذا دين تاع الدواعش وماهوش دين تاع رب العالمين. نعاودها ونقولها ما نطولش عليكم. على كل حال ربي يهدي ما خلق كيما قال واحد، هذا الناس هذو تشوفوا فيهم كيفاش، تشوفوا فيهم كيفاش يتكلموا، ناس دواعش. ومن بعد انا رديت لهم قلت لهم انت ضابط داعشي ومنا والاخرين والاخرين. انت لو كنت تشوف اختك تشطح، اي بل كنت نشوف اختي قاعده تشطح نجي نشطح معاها ونمسك. كي نشوف اختي مديره الموسيقى وتشطح نشطح معاها ونقول بروبليم، واش ندير لها انا يا اختي تشطح؟ تشطح تشطح في التيك توك، تشطح في الفيسبوك، تشطح وين بغات هي ليبر. ولا انا نشطح وهي ما تشطحش، وعلاش ما تشطحش؟ واش هي واش تشطح؟ سي كوا سي كوا كلكان كي دونس ولا في تيك توك ولا في كانش حاجه، واش هو يعني؟ واش سي كوا يعني؟ هو بالنسبه لكم انتوما يا الدواعش ها يا الاسلاميين ذباحين، انتوما بالنسبه لكم انتوما هذا الشيء ها، وانتوما راهو الشيء اللي ديروه انتوما كما قلت لكم في الفيديو اللي فاتوا، وراني نحشم باش نتكلم. انتوما وين تروحوا تحجوا يا خوتي؟ وين تروحوا لمكه تحجوا وما خليتوا ما بقيتوا ثم ما خليتوا ما بقيتوا في 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 في, في بلاصه اللي تقولوا رانا راح نحجوا فيها. الشيء اللي ديروه انتوما والله يا اليهود اللي ديروه، وتجيو انتوما تمنعوا امراه ولا طفله من الغناء ولا من الشطح. الي نقول لكم كلمتين هنا من بعد ان شاء الله نتكلم لكم في انوتر سوجي ان شاء الله. اتوتالوغ.